كسف القديم معاك؟ كسف القديم كام؟ 1010 فولت. 1010 فولت. تمام، طلع مكثف من عندك. انت المكثف ده اللي كان منفوخ اللي انت خلعته؟ المكثف ده اللي كان منفوخ اللي انت خلعته؟ ايوه. شوف 1010 او ممكن 1016 اشتغل معاك. 1035 ده 1016 اهو اشتغل معاك. ايوه هو ده. صفا اطلس ده ابن سلام، ده هو الالكترونيات نفس الوضع. احنا عندنا العيله كلها الحمد لله، يعني عمي كان شغال في مجال الالكترونيات، وبرضه عندي عمامي تاني شغالين في مجال الالكترونيات، فاحنا الحمد لله يعني عيله متاصله بالنسبه لشغل الالكترونيات، فهي تعتبر وراثه. لكن انا ما يعني دخلت مجال الالكترونيات من حوالي يعني حوالي 20 سنه، لان انا كنت بدرس في بكالوريوس، كان معايا واخد بكالوريوس تجاره، فانا كنت شغال فيها وانا في الكليه، يعني كنت بشتغل وبجيب بيها فلوس، وكنت بصرف على نفسي من دخل الشغل ده الحمد لله. يعني كنت بصرف على نفسي وانا في الجامعه من الشغلانه دي، كنت شغال في صيانه الكاسيت وصيانه التلفزيون القديم، حاجات اللي هي زمان دي كنا بنشتغل فيها، الكاسيت ابو شطان ده والحاجات دي، كنت شغال في التليفونات برضه والهواتف، فضل من ربنا يعني الحمد لله. وبعد كده ربنا اكرمنا وتوسعنا في مجال الهواتف وشغل الشاشات والريسيفر. هو اسلام زي ما انتم شايفين اهو بيغير المكثف التالف. يا باشمهندس، ايه في المكثف انت ركبته؟ اهو دي مال المكثف ده؟ كان منفوخ وما كانش راضيه الشفر، ما كانش منور، ما كانش جايب اضاءه حمر. اه، انت عرفت ان هو منفوخ يبقى تالف يعني؟ طب ماشي، انت حمر. ركبت المكثف الجديد ولا لسه اللي بتركب فيه؟ اه. فين بقى ال ازاي هو اللي عليه شروط بيضة ده؟ الناس هو اللي عليه شروط بيضة. اه، يعني انت عارف كده عدلة المكثف انت بتركبه؟ تمام. والابيض ده اللي ما فيهاش شروط دي، ما فيهاش شروط دي الزائد. هو انت عارف ان اعرف جنب الناقص هو على طول ده اللي هتشتغل عليه، والزائد كده كده في الشروط هو جنب واحده يشغلك. يلا بقى فيه. يلا بقى الحم عشان الفيديو. بس دي عندك ورا على صوت نلحم كده المكثف. تمام تمام، تثبت الارجل بتاعته. مثبت. بصوا انتوا شايفين حضراتكم مثبت الرجل كيف. ماشي يا باشمهندس اسلام، الله ينور عليك. سيبت الازير معاك؟ اه. يلا بقى ركز، حط المكوى مكانها وشوف، هتجرب الريسيفر بتاعك ازاي. اتاكد ان الكهرباء مش واصله. الورق كده تعمل باقي الورقه دي. تعمل باقي الورقه دي حطها تحتيه عشان ما تمشي قافل. طب شوف ورق اكبر بقى عشان ما تحركش معاك. ورق اكبر كده، حطها لحد ما نجرب، وبعد كده
يلا بقى شوف جرب الريسيفر بتاعك شوف اشتغل ولا ما اشتغلش. يلا عشان الفيديو اوعدك الكهرباء زي ما انتوا شايفين اهو شغاله اشتغل معاك. الله ينور يا باشمهندس الله ينور ليك مستقبل ان شاء الله. تمام تمام المكثف ده اللي هو اللي كان متسبب معانا في فصل الجهاز باور. مكثف كام بقى وريني المشاهدين. 1000 على 10 فولت 1000 ماكرو على 10 فولت وده مكثف مكثف المكثفات اللي كانت متسببه ان الجهاز يفصل باور يعني الجهاز ما كانش منور اي لمبه ولا كان فيه اي شغل. والباشمهندس اسلام غير مكثف والجهاز اشتغل معانا زي ما شفتوا حضراتكم هيبدا يقفل الجهاز بتاعه تاني. وبكده نحب نشكركم وحسن استماعكم. واستاذ اسلام مش عايز تقول كلمه للمشاهدين؟ مش عايز تقول حاجه؟ عايز اقول اتكلم. بشكركم جدا ان انتوا تابعتوا الفيديو معانا وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي.